السجن المركزي القنيطرة. مدير المؤسسة السجنية يشرف في هذه الأثناء على تفتيش عدد من الغرف والوحدات داخل ممرات الأحياء السجنية لضبط المخالفين. الاستعانة في البداية بكاميرات المراقبة وهذا الدليل الخرائطي التفاعلي من أجل تتبع كل صغيرة وكبيرة خلال العملية. كما كنشوفوا كاينه كاميرا متحركه كترصد لنا كل ما هو خارج يعني السكن ديال السجناء ولكن قبل السور الخارجي، وكنحاولوا نرصدوا كل نقطه اللي هي مثلا خطيره ولا نقطه سوداء يمكن اننا يعني ندخلوا فيها في الوقت المناسب ونرصدوها. كذلك الاسطح ديال المؤسسات السجنيه كنرصدوها بشكل كلي، يعني في حاله تلف حاله رصد شي خطر او شي حاجه كتهدد كيتم التدخل في الوقت المناسب. فحملات التفتيش تعزز العمل اليومي للموظفين المكلفين والتنقيب لرصد أي تجاوزات أو محاولات تسريب للمواد الممنوعة. سنتتبع فيما يلي مع مدير المؤسسة السجنية كافة تفاصيل عملية التفتيش التي ستشمل أجنحة المؤسسة. كل شيء على برا، مرحبا. تفتيش جسدي بشكل قانوني. تفضلوا. كما شفتوا دابا كنديروا عملية تفتيش روتينية اللي كتبدأ بتهيئ هذه العملية هذه، تجنيد مجموعة من الموظفين والآليات اللي غنقوموا بها في عملية التفتيش لرصد أي ممنوع عند هاد السجناء هادو. عملية التفتيش كتبدأ بشكل مباغت وفي سرية تامة باش تكون كتأدي المبتغى منها. عملية التفتيش في البداية كتبدأ بتفتيش السجناء الجسدية باعتماد على واحد الآلة ديال رصد المعادن وهذا، ومن بعد ذلك بشكل يدوي في احترام تام للقانون وفي احترام كرامة السجين. العملية الثانية هي تفتيش الاغراض ديال السجناء والفراش ديالهم والادوات اللي كيستعملوها في الطهي ومجموعه الادوات اللي كيستعملوها في الحياه العامه ديالهم داخل الغرفه ديالهم. من بعد الى لقينا شي حاجه كتم المتابعه ديال المخالفه وتكييف التدبير التاديبي اللي غيتخذ في الحق ديال هذا السجين المخالف داخل المرفق السجني. كاين تفتيش اللي كنديروه اللي هو روتيني واللي كيكون بطبيعة الحال يعني عادي جدا، وكاين التفتيش اللي كنقوموا به انطلاقا بعد ما توصلوا بعض المعلومات او بعض الاخباريات على اعتبار ان السجناء كيتحوزوا بعض الممنوعات اللي كتهدد الامن ديال السجناء نفسهم او الامن ديال الموظفين او الامن العام بصفه عامه. دابا حنا فتشنا السجناء كما شفتوا تفتيش جسدي اعتماد على يعني التفتيش ديال لاباري التفتيش اليدوي، وغننتقلوا الان تفتيش الغرفه والاغراض ديال السجناء اللي كيتواجدوا داخل الغرفه. وزع المهام ديال كل واحد، اعطيه واحد البليصه اللي يقلبها بشكل دقيق الله يرضي عليك. نفس الامر بالنسبه لك سي ميري، هذا المكان تفتيش دقيق. بفضل جهود هذه الفئة من الموظفين ويقظتهم المستمرة للحد من تسريب الممنوعات بمختلف أنواعها، انخفض عدد حالات ضبط المخدرات ما بين سنتي 2015 و 2019 من 2742 إلى 1269 حالة، وعدد حالات ضبط الهواتف النقالة من 10583 إلى 858 حالة.
وعدد حالات ضبط المبالغ المالية من 1505 إلى 548 ما بين سنتي 2015 و 2019. بالنسبة لتكييفات تمت على أحسن ما يرام. كما شفتوا الآن وصلنا لنهاية عملية التفتيش هذا اللي قمنا به. العملية ما صفرت على والو، ما لقيناش حتى شي حاجة ممنوعة، ولكن هذا لا يمنع أننا واخا نكونوا ما لقيناش يعني أننا نقوموا بعملية أخرى مرة أخرى. هذا علاش؟ لأن باش كنكونوا دائما قرابين من عملية التفتيش، ودائما قرابين من رصد الممنوعات اللي ممكن أن تكون على السجناء، ودائما تحسيس السجناء بأننا موجودين في أي لحظة للتفتيش والرصد ديال الممنوعات اللي ممكن أن تكون عندهم واللي كتحدد الأمن ديالهم هما أو ديال السجناء أو الأمن العام كما قلت سابقا. بالعودة إلى تفاصيل هذه العملية والدور الحيوي الذي تلعبه قاعة المراقبة هاته المزودة بكاميرات مثبتة في جميع أرجاء المؤسسة السجنية ومحيطها، فلهذه الأطر دور حاسم في التصدي لمختلف التجاوزات داخل المؤسسة السجنية وضبط النظام العام. الأماكن اللي كيكون فيهم السجناء يعني فيها اكتضاد. مرحبا تاع صدق، بالنسبه لنا التفتيش هنايا تاع اللي تيساليو الزيارات مزيان من التفتيش مزيان. عندنا كما تشوف هنايا وسط قدامنا التلفزه اللي قدامنا هي بالنسبه لهذا الممر هذا اللي تيمرو منه، ولكن فيه حركه كثير هنا يعني كما تشوف. ثاني تنراقبوه دائما، تحطوا عندنا مراقبه ديال صارمه هذا تاع حنا الممر اللي تيدوز منه يعني النزلاء بكثره هو هذا اللي تن كما تشوف هنا تنراقبوه هذا الممر هذا فاش يجيو تيدوزو تيهنا تنراقبوه يعني حنا كاع النقط جميع الممرات اللي تيدوزو منها النزلاء يعني تنراقبوها. بالنسبه للموظف العامل بالحي كيتصل بنا اثناء خروج سجين خطير الفسحه اللي كنتبعوه في الوقت كنتبعوه يعني التحركات ديالو في الفسحه وكنرصدوا التحركات ديالو بشكل دقيق نظرا لما له من خطر على الموظفين وعلى صحه الساكنين. اذا كما كتشوفوا عندنا واحد مجموعه ديال الشاشات هنا اللي كتغطي ماشي بشكل كلي ولكن بشكل كبير مجموعه المرافق ديال المؤسسه، المرافق الداخليه وكذلك المرافق الخارجيه. وهنا في المراقبه ديال الاخوان اللي هم مكلفين بالقاعه ديال المراقبه كيتم يعني تكبير الشاشه او يعني تركيز في الشاشه على المرافق الحساسه داخل المؤسسه او خارج المؤسسه، وهذا الحساسيه ديال هذا المرفق كيتم بالتنسيق يعني بشكل كلي مع احيانا مع مدير المؤسسه مع رئيس المعقل مع يعني نقولوا لجنه امنيه داخل المؤسسه باش هما من داخل هذه القاعه كيحاولوا ما امكن انهم يركزوا الرصد ديالهم والمراقبه ديالهم لهذا تفاديا لاي ميكرو. وهما راهم بطبيعه الحال عارفين كل ميكرو شنو كيرصد داخل المعقل او خارج المعقل. وبالنسبه كتفرق العمليه ديال المراقبه بين الليل وبين النهار. علاش؟ لان بالنهار كيكون خروج ديال السجناء لبعض الانشطه مثلا الدراسه، الفسحه، التطبيب، الزياره اللي كيخلينا بطبيعه الحال اننا كنركزوا المراقبه والرصد والتتبع داخل المعقل، ولكن هذا لا يمنع اننا كنكونوا بطبيعه الحال كنراقبوا بواحد الشكل جزئي حتى المرافق الخارجيه اللي هي مثلا ممر الطواف، ما وراء السور، الاسطح ديال المؤسسه، الابواب، الولوجيات اللي كتكون المؤسسه عباره عن عربات، عباره عن مرتفقين، اشخاص غرباء على المؤسسه. احيانا كنرصدوا حتى بعض الاشخاص اللي هما غرباء كيقربوا للسور ديال المؤسسه وكيكونوا كيديروا شي حوايج اللي هما تعاطي للمخدرات،
شرب الكحول وكذا اللي حنا هما كعناصر المراقبه كيرصدوا هاد الحالات وكيتصلوا بشخصي بصفتي مدير المؤسسه اللي انا بدوري كنقوم بعمليه الاتصال بالمصالح الامنيه اللي هي الامن الوطني والشرطه وكيتدخلوا في الوقت المناسب مشكورين هذا المنبر وكي اما كيفضوا داك سميتو غالبا كيهربوا او كيتم القبض عليهم وكيتقدموا للعدالة. بالنسبه ل 12 نرجو قيام جوله على مستوى المصحه. بقي موجه 12. المزيد مع عبد الفتاح العوني القائد المربي الممتاز والمشرف العام على مراقبة الشاشات المتصلة بكاميرات المراقبة. قاعة المراقبة تلعب دور هام في تدعيم الأمن داخل المؤسسة السجنية وذلك من خلال مراقبة وتتبع حركة داخل جميع مرافق المؤسسة السجنية وكذا في الممر طواف يعني من خارج المؤسسة السجنية. بالنسبة للملاحظة يعني عندما تنلاحظ واحد المخالفات أو شي حركات اللي هي غير اعتيادية غير مسموح بها داخل المؤسسة السجنية تتم التواصل ديالنا في البداية مع الموظف العامل بالمرفق أو بالجناح أو بالحي كأولا للتدخل يعني في الحالة عاجلة وإيقاف ذلك العمل الغير مسموح به. لغرفة المراقبة أيضاً دور حاسم في ضبط مختلف محاولات الهروب أو التسلل إلى الخارج أو إدخال بعض الممنوعات إلى داخل المؤسسة السجنية. هذه القاعة تمد الحراس بجميع الوحدات بأبراج المراقبة مثلاً بكل صغيرة وكبيرة بخصوص الأوضاع ومحاولات الفرار داخل المؤسسات السجنية. بالنسبة للعمل ليلا كي يتم رصد يعني رصد كل يعني كل المسائل اللي كيتبادلوا بها السجناء فيما بينهم اللي كتير عندنا واحد الشك ان يقدر تكون ممنوعات تقدر تكون مثلا تقدر تكون يعني شي حاجة كتخل بالنظام الداخلي للمؤسسة. انتقلنا إلى السجن المحلي عين 71. التائب عبد الكبير مراقب ممتاز يدقق في هذه الأثناء من أعلى برج المراقبة جميع مداخل ومحيط المؤسسة السجنية. يفسر فيما يلي كيف تم إحباط محاولة لإدخال الممنوعات إلى داخل المؤسسة السجنية صباح اليوم بعد أن كان من ينوي التسلل إلى الداخل على متن دراجة نارية في محيط المؤسسة السجنية. بالنسبة لهذا الموظف اللي هنا كما تشوفوا هذا موظف من البرج عشان الدور ديالو هو أنه المساعدة ديال رئيس الأمن والحراسة خارج المعقل باش تكون المؤسسة مؤمنة من المحيط الخارجي ديالها. هذا الموظف تيقوم عملية المراقبة ديال المحيط الخارجي وأي حركة كتبلي ماشي هي ديك كيبلغ بها سواء رئيس مركز سواء رئيس مصلحة الأمن والانضباط سواء رئيس الأمن الخارجي ولا كيبلغني أنا مباشرة. عندي وسائل اتصال باش كيتصل برئيس المركز ديالو كانت كاين بعض المرات بعض الأشخاص غرباء كيجيو هنا كيحاولوا كيرميو ممنوعات من خارج ديال الأسوار ديال السجن ولا بعض المرات شي سيارات كيكونوا مشبوهين كيوقفوا وراء الاخر من السجن هذا كيبلغ باش كنحبوا روحنا للسلطات اما كنخبروا البوليس ولا هذا باش كيدخلوا وكيحاولوا يبعدوا ولا كيتاكدوا من الهويه ديالهم ولا يعني مرات عديده عن طريق البرج تم احباط مجموعه ديال المحاوله ديال تسريب ديال الممنوعات الفائده ديال السجن لان كيستعملوا كيديروا ديك وسائل ديال الصيد كيحاولوا كيوصلوا المخدرات عن طريق واحد هذيك المسائل ديال الصيد ديال مثلا في واحد الفيزيكي كيستعملوه كيدخل تما للداخل يعني كيضرب واحد مئات الامتار كيمشي بها
كينسق مع السجناء من داخل. انا كاين السجناء عندهم تليفون داخل وسط الغرف، عندهم تليفون فيكس الشركه باش كي كيستعمل اتصال بالعائله ديالو، هذاك اللي كيستعمل الوسائل الاخرى لتهديد الامن ديال المؤسسه. كدرنا واحد الشبكه كتغطي جميع الساحات، يعني واخا يستعملوا ديك الوسائل وهذا يعني يستحيل باش انه يدخلوا الماعات. كاين اربعه الموظفين اللي تنبؤوا على هذا المركز هذا. كل موظف كيعس مثلا الليله كيريح واحد يومين، من بعد كيلتحق النهار الثالث كيخدم من 8 ونص حتى للسونس، غد ليه عاوتاني كيريح كيجي يدير تمويل الحراسه، من بعد عاوتاني كيريح يومين كيبقى غدا هكا. يعني هذا البرج كيتناوب عليه اربعه ديال الموظفين. واللي حنا اللي كناكدوا عليه بزاف هو انه وسيله وسائل الاتصال ديما تكون مجهزه، ديما سواء الراديو سواء الهاتف ديما كيكون جاهز، باش بقيت اللي كيكون شي خطر ولا خص تدخل بسرعه باش يحط اي جميع المحاولات اللي كتهدد امن المؤسسه. تماشيا مع استراتيجيتها الراميه الى تعزيز راس مالها البشري من اجل مواكبه امثل للمهام الامنيه والاصلاحيه المنوطه بالمؤسسات السجنيه، عملت المندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج على تنظيم مباريات التوظيف همت 932 موظفا جديدا من خلال استغلال 500 منصب مالي محدث اضافه الى المناصب الماليه الشاغره. رميم برقية مفهومة، عجل برقية. وقعت واحد الحادثة صباحا، هو أنه أحد أشخاص أو شخصين كانوا على متن دراجة نارية، وكانت حولهم واحد الشبهة أنهم يحاولون إدخال بعض الأشياء من جانب السور الجانبي للمؤسسة، وتم التدخل على في الحين وإبلاغ رئيس المركز والعناصر ديال الدورية وعناصر المركز المجاور للبرج، وتم احباط هذه المحاوله بالتنسيق مع عناصر ديال الشرطه. ويعني وهنا تيتجلى الدور ديال الابراج، انه دور حساس ودور جد مهم في امن وسلامه المؤسسه. اثمرت جل هذه المجهودات المبذوله تدقيقا جيد الفعاليه في مداخل البوابات السجنيه وفي ضبط تسرب الممنوعات الى الداخل. برقية 5-5 على مستوى الممر الواحد. سنرافق مدير المؤسسة السجنية لمعرفة المسار الذي يسلكه الزوار وما يحملون معهم لفائدة النزلاء إلى الداخل عبر خطوط المراقبة هاته التي تستجيب للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. من سيكون عندنا الكسيدات سيكون الزوار بزاف، كيدنا درنا هاد الشوار هنا كما كتشوفوا هاد الشوار في الأرض، كيمشيو كيدوروا من هنا كيبقاو غاديين، كيبقى ديما حتى المسافه تاعو تقريبا مترين، حنا درنا متر وحنا درنا جوج امتار، باش كيمشيو الزوار من هنا كيبقاو كيدور كيمشي تمايا، كيمشي تما كيدخل كيسجل المعونه ديالو، انتما تفضلوا معنا وغتشوفوا فين كيسجلوا، وكيبقى حتى تما كنت كيبقى موظف واقف على حساب احترام المسافه ديال التباعد، وضروري اجباري الارتداء ديال الكمامه. كاين هاد الاماكن مكان هنا كاين بعض العائلات كتجي معاها الدواء. الدول الامناء كاين مثلا كاين عندنا اطباء هنا كيسجلوا الدواء للمساجن، وكاين بعض العائلات هما كيجيبوا الدواء من عندهم، مثلا شي دواء كيجي على برا ولا شي دواء اصلا مثلا ما اقتنعش مثلا بالدواء اللي مثلا تيعطيهم، هو كيجي معاه دواء اخر ولا هذا كيجي كيسجلوا هنايا. كاين اعطيني داك هذاك السيد باغي يدفع الدواء، هذاك السيد باغي يدفع الدواء. بحال دابا هذه موظفه مكلفه كاينه بليكسيكلاس، هنا كاين حاجز بينا، كاين عندها واحد السجل، هاد الدواء كيدار فيه سمية الساجن ورقم الثقة والأماكن فين كينعس، وكيفيه كاين الدواء هنايا. هاد الزائرة جابت معاها الدواء، كتجي معاها ورقة ديال الزيارة فيها اسم ديال الساجن وفيها رقم الثقة ديالو وفي مكان الإيواء ديالو الداخل، يعني فيه الحي، فيه الحي اللي كينعس فيه، فيه الجناح، فيه رقم ديال الغرفة، وفيه اسم الساجن وفيه رقم الثقة ديالو. الموظفة كتسجل ديك المعلومات كاملة، كتسجل واحد السجل خاص. من بعد كتشوف داك الدواء. عطيني الدواء. ديريا من الفوق كامل.
عليه وقلبي اللي داخل قلبي شي مشكل، وكتشوف الدواء واش كامل ولا ما كاملش. الا كان ناقص كتشوف مثلا شحال العدد اللي فيه 15 خصك دابا فيه هذا 15 كومبريم خصك تلقى فيه 15 كومبريم. وهاد الدواء كيتقلب بعض المرات كنحلو هادو كنلقاهم مثلا كيبان لك هكا كتلقى قرقوبي ولا تلقى فيه شي منوعات ولا مخدرات، بحال حتى هذا ديال دوليبران كتلقى عامر من الداخل بشي حاجه اخرى واخا كيبان لك بياض ولا فيه هذا كيكون حشيش ولا كارت ميموار ولا في فريد اخر مخلط معاه كيكون قطاع ولا كيكون وسط ما بين هاد كتعاود ثاني هذا كيدخل كيقلبوا الموظف اللي وكيتعرض على الطبيب، الطبيب ديال المؤسسه لانه هو اللي كيقرر في المصير ديالو. هادوك نيت هذا ديال هذا كما شفتوا هذا الغطاء ديال هذا البواطه كيكون بعض المرات فيه في منوعات غبره ولا اي حاجه من البلاصه هذه. الدواء ممكن انه يكون شي دواء اصلا ما يقدرش يدخلو الطبيب، يقدر يكون فيه شي منوعات ولا شي حاجه ولا يقدر ياثر على الصحه ديال السجين ما يمكنش يدخلو. ولا لي صايي مدخل هنايا ديال الدوايات اللي اصلا مسموح بهم والدوايات اللي عطي للطبيب كيقول لهم من هنا يعني من هنا كيرجعوا للزائر بلا ما كيدخل حتى لداخل. الزوار كينتظروا هنايا كما كتشوفوا احترام ديال المسافه ديال التباعد. من بعد الباص اللي خوات ديش اللي خبا كيمشي واحد اخر كيمشي الاخر كيمشي كيدخل باش كيتفتش وكيدخل عند الزائر عند المسجون، والاخرين تما كيجيو من الدور ديالهم تما باش كيقضيو المعونة. سمح لي هذه الكمامة ديالك الشريف. كاين هاد الباقي باقي زجاجي كاين بين خليك باقي زجاجي بين الزائر وبين الموظف اللي كيسجل ليه المعونة في هاد السجل الخاص، وكذلك بالنسبه للبطاقات ديال الهاتف الثابت. عندنا هاتف ثابت في غرف ديال المساجن كيسجلوا كيدخل معاه المسجون. هذه الموظفه مكلفه بالتسجيل ديال الزوار. الزوار كاين فيه اسم ديال كاين فيه رقم ترتيبي، اسم ديال الزائر، في اسم ديال الساجين، في درجه ديال القرابه ديالو. هذا السجل كنبقاو نرجعوا ليه في كل حاله. كنبقاو الحالات مثلا تحل سواء مثلا تقدر تدوز مثلا 3 شهور 4 شهور كان ضبط ديال شي حاله ولا شي حد مثلا صرف شي حاجه ولا الساجين كان عنده شي شكايه من شي زائر ولا هذا كنرجعوا لهذا السجل هذا. بالنسبة لهذا المكان كاين موظف آخر كيعاود كيراقب دوك بطاقة الزيارة والهوية اللي كيتأكد من الهوية ديال الزوار. من بعد ما كيتسجلوا الزوار كيجيو كيديروا هنايا الصف في احترام ديال التباعد، صفة ديال التباعد. بعد الموظف كيكون مكلف هنايا، الموظف هو اللي كيدخل الزوار بواحد بواحد، كيدخل كيفتش الملابس وكيتفتش جسديا وكيمشي من بعد القاعة ديال الزيارة. من بعد الزائر كيدخل كيحط الحويجات ديالو كيتقلبو كيقلب الموظف تفتيش دقيق، كيفتش بين ثنايا ديال الملابس كيشوف واش مضوبله مثلا هاد الفوطه واش مضوبله، واش كاين شي حويجات اللي هما ممنوعين ما تيدخلوش، يعني كيقلب الحوايج كيف لهم مزيان. بعض المرات هاد الخياطه ديال الحوايج هادي كنلقاو فيها بعض المرات الممنوعات، هادي خص الموظف كيقلبها مزيان. كاين بعض المرات كيدخلوا الحشيش كيكون شكل واحد سميتو رقيق بزاف، الموظف تيقلب الحوايج وكيقلبهم بواحد التفتيش دقيق، يعني ما كيزقل حتى شي حاجه، يعني في اي الحشيش ممكن يدخل في اي بلاصه. هاد الخياطه اللي كتشوفوا هنا ممكن انه يقطع الحشيش بطريقه رقيقه ويدي الخياط يخيطه ويدخله. حتى انا هاد يعني هاد الريس كيقلب الموظف كيقلب بواحد الطريقه دقيقه، يعني ما كيتقش. وبعض المرات شنو كنلقاو هاد الحوايج هما بيضين كيشدوا كيديروا قرقوبي مع هو ابيض كيدقوه في الحوايج ولا تقاشر كيدقوه كيخليوه داك الشيء حتى كيديروا في هذا كيديروا بالماء مثلا شي فانيت الماء ولا هذا كيديروا كيرقدوا فيه حتى كيشرب داك سميتو كيعاود ينشفوا. كتجي كتقلبوا كيبان لك راه ابيض راه ما فيه والو كتقلب، ولكن هو ملي كيجي كيتسرب داخل السجين كيجي حتى هو كيعاود يديروا في الماء حتى كيطلق داك الشيء وكيعاود يتخدر به. يعني شي حوايج اللي هي عجيبه بحال دابا هاد التقاشر هادو ديما كيردو من الموظفين في البال، لان تقريبا شي اكثر من 20 مره انك تلقاو فيهم مدقوق فيهم
الغبراء ولا هذا كيتصرف الداخل. من بعد هاد الملابس ملي كيفتش الموظف كيتعقموا كياخذوا العمليه ديال التعقيم بل كيتجمعوا كيعاود الموظف كيعاود كيتعقموا كاملين وكيعاود الموظف كيوصلهم للاجنحه ديالهم. بعد ما كيدخلوا الزوار كيسالي العمليه ديال التفتيش الجسدي والتفتيش ديال الملابس كيجيو هنا كيجيو هذا هو الباب ديال الدخول ديال القاعه ديال الزياره. يعني هنا فين غيشوف الزائر يشوف السجين. الموظف مكلف هنا بجهاز ديال ديال السكانر البوابه الالكترونيه كيجي اي كيدخل الزائر كيعاود يتفتش من هنايا. يعني لو كانت عنده شي حاجه معدنيه كيتاكد منها الموظف حاجه كيدخل الزائر.